ولد الهدى فالكائنات ضياء. كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، مولد أعظم وأطهر وأشرف خلق الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وزي ما بيقول ربنا في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بالفعل مولد سيدنا النبي هو نور للبشرية ونقلة حضارية كبيرة للبشرية كلها، نبي الرحمة والمغفرة والعدل والسلام والشفاعة عند المولى عز وجل. خلينا وإحنا بنحتفل بمولد سيدنا النبي النهاردة نتذكر صفاته الجريمة والجميلة اللي كرموا بيها ربنا سبحانه وتعالى، وأهمها الخلق العظيم، الحياء، الكرم، الشجاعة، العفو عند المقدرة، التسامح، وغيرها وغيرها من الأخلاق الجميلة اللي كلنا دلوقتي في أشد الحاجة ليها. وخلينا في المناسبة دي نقول أن الدين الإسلامي الحنيف جاء لينشر العدل والسلام والرحمة بين الناس، وإحنا في الفترة دي محتاجين نأكد على المعنى ده، لأنه للأسف، وأنا بقولها للأسف، أن المؤامرات اللي بتتدبر للعالم العربي والإسلامي بيستغل فيها أعداء الإنسانية الدين الإسلامي عشان يحققوا مخططهم. والدين الإسلامي بعيد كل البعد وبريء من كل الأعمال اللي بيقترفوها تحت ستار الدين. لكن أحب أقول لحضراتكم كل سنة والأمة الإسلامية والعربية بخير وسلام، وإن شاء الله قريب نخلص من كل أهل الشر وكل الجماعات اللي بتتاجر بالدين الإسلامي وبتسيء إليه وللمسلمين.